مرحب 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 طيب من عيني تشرب من العين، مرحب 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 طيب من عيني تشرب من العين. الله الله، يلا يلا عشان يبقى فاضل معانا اللي هيفوز بالجائزة الأولى الفرن. بنت المعز زحمة نهارا وليلة صاحية، تطرح من أي ناحية توصل باب الحديد، من حارة تخش حارة بنت فل في إشارة، وده أكل العيش شطارة عمالة الناس تزيد. في البشر أشكال والوان شايل حكايات ايام زمان، بنت المعز زحمة نهارا وليلة صاحية، تطرح من اي ناحية توصل باب الحديد، من حارة تخش حارة بنت فل في إشارة، وده أكل العيش شطارة عمالة الناس تزيد. الله 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 الله. أكلها مصري ومية مية طبعا، ده أكل الست غالي. دي جي محي محمود ريمكس. ست مصرية جدعة أصيلة، كل حاجة في إيديها جميلة. ست مصرية جدعة أصيلة، كل حاجة في إيديها جميلة. تقدم لينا أجمد أكل بطريقة سهلة كده وبسيطة. تقدم لينا أجمد أكل طريقة سهلة كده وبسيطة، طريقة سهلة كده وبسيطة. عليها طشة وتقلية، حمام محمر كبدة مقلية، نتعلم من أسرار الطب كله أي بنت عصرية. قطع لحمة تشوي فراخ من نفسها لكل داك، قطع لحمة تشوي فراخ من نفسها لكل داك. تسلم ايدك يا ست الكل، الأكل من غيرك باك، الأكل من غيرك باك. تقطع وتعالى جبنة قديمة، تبقى الأكلة كده عظيمة. تقطع وتعالى جبنة قديمة، تبقى الأكلة كده عظيمة. ست غالية ست غالية ست غالية.
الله تسلموا وتعيشوا. حاجة جميلة. أنا بقيت في المهرجانات إيه؟ دي حاجة بقى الجمهور الست غالي. ده جمهورنا على راسنا من فوق، ولولا جمهورنا ما تبقى غالية ولا يبقى يعني أي حاجة في غالية.